السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في سلسلة فيديوهات سبلاي تشين فلاش. هنتكلم في الفيديو ده عن حاجة اسمها أنواع سلاسل الإمداد أو وجهات النظر المختلفة في سلاسل الإمداد. إحنا عندنا كذا نوع، أول نوع اسمه الميك تو ستوك، وده إن حضرتك بتنتج زي ما بنقول كده زي القطر، الديماند أو الطلب شبه ثابت، فأنت شغال زي القطر كمية إنتاج شبه ثابتة كل يوم او كل اسبوع او كل شهر حسب طبيعة البيزنس بتاعك. النوع التاني اسمه الميك تو اوردر، وده اللي بيبقى عكس بالظبط الميك تو ستوك، هو انك بتنتظر الاوردر عشان يتم التصنيع بناء عليه. في حاجة ما بينهم بنسميها الاسمبل تو اوردر، ودي تحس انها مرحلة في المنتصف، يعني بيبقى عندك منتجات شبه او نصف تامة بتنتظر الاوردر يجي لك عشان تبدا تجمع هذه المكونات عشان تطلع المنتج التام. واكتر مثال ليها او شبيه ليها هي المطاعم الفاست فود. عندي نوع رابع اسمه الانجينير تو اوردر، والنوع ده بيبقى ابطا جدا في عمليه الانتاج لانه بينتظر كل تفصيله يعمل لها ديزاين وتصنيع خاص بالاوردر المطلوب للعميل. في نوع خامس بنقول عليه الماس كاستمايزيشن، وده بيبقى حاجه ان بتوين ما بين الميك تو اوردر والاسمبل تو اوردر، دي حاجة بتكون ميكس ما بين الاتنين. انتظروني الفيديو الجاي في موضوع مختلف. سلام عليكم.